الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا بارك فيه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أبنائي بناتي في هذا البرنامج أبناؤنا يسألون. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الصحة والعافية والرزق الكريم من الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. انتبهوا أبنائي بناتي، الخالة بمنزلة الأم، وهذه على مكانة الخالة التي يجب أن تكون في قلوبنا. خالاتكم لابد أن يكون لكم معهم بر وإحسان، لأنها بمنزلة الأم. وطبعا معروف الخالة فيها الحنان وفيها المودة لأبناء أختها، فحرصوا على هذا المبدأ. لا تنسون، إذا أردتم الأجر العظيم ترى أيضا في الخالة، كما أن الأم طبعا لها النصيب الأكبر في الأجر، أيضا الخالة. اليوم الوالدة مسافرة، الوالدة اليوم مثلا مشغولة، زوروا خالاتكم. وأذكركم بهذا الحديث: الخالة بمنزلة الأم. طيب، الآن معانا هذا السؤال. السلام عليكم، أنا اسمي خزنة بدر المطيري، أبي أسألك سؤال يا شيخ، ما معنى البلاء؟ جزاك الله خير يا خزنة على هذا السؤال. طبعا ما معنى البلاء؟ البلاء هو كل ما يصيب الإنسان، كل ما يصيب الإنسان من مصائب وأمراض ومتاعب، هذا كله يعتبر بلاء. والإنسان المسلم المؤمن يجب أن يصبر على البلاء، يصبر على البلاء، لأنه ليس باختياره. إحنا عندنا الآن كما تعلمون عندنا الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء. الفرق بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية هذا يكون بالاختيار. يمكن إنسان يطيع يمكن ما يطيع، يمكن إنسان يعصي يمكن ما يعصي، لأن هذا باختيار. لكن المصائب الواحد ما له خيار، يصاب بالمرض مثلا، يصاب بالقلق، يصاب مثلا بالاكتئاب، يصاب مثلا بالحالة النفسية، هذا يكون ساعات يكون الإنسان ما له فعل في هذا الشيء، فعليه بالصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فيؤجر على صبره. لذلك الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لذلك الواحد فينا يا أبنائي بناتي يستعد للبلاء، يستعد للبلاء. ما في واحد ولا أيضا يعني إنسان ما يصاب بالبلاء. يعني الإنسان يجب أن يعلم أنه البلاء سيأتيه شاء أم أبى. هذه قدرة الله عز وجل وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، أن يصاب الإنسان بالبلاء ولا يتذمر ولا ينزعج ولا يعترض، بل عليه إيش يقول؟ الحمد لله. فالإكثار من حمد الله عز وجل بعد الإصابة بالبلاء هذا من الأمور المقصودة التي يريدها الله عز وجل من عبده. فربما الإنسان يصاب ببلاء شديد، لكن إذا قال الحمد لله فهذه أعظم من البلاء الذي أصيب به. يجب أن نرضى بقضاء الله ونصبر على قدر الله عز وجل علينا في كل شيء، سواء كان في الجسد أو كان في القلب. وكما تعلمون أن الإنسان بعض الأحيان يمكن يصاب بجسده فيتحمل، لكن إذا أصيب بنفسه يمكن ما يتحمل. نقول نعم، ربما تكون إصابة في القلب أشد، لكن لابد أن الإنسان يوطن نفسه، يجهز نفسه أنه معرض لهذه الابتلاءات. نحن في الدنيا ترى يا عيالي يا بناتي، نحن الآن في الدنيا، نحن في دار بلاء، والآخرة هي دار الجزاء، كلنا نتعرض لهذا الشيء. يعطيكم مثال: أيوب عليه الصلاة والسلام من أنبياء الله عز وجل، من أنبياء الله عز وجل، وأصيب بمرض وطال المرض في حياته،
وصبر وتخلى عنه الناس، وبعد ذلك فرج الله عنه وشافاه وهو نبي. كذلك مثل إبراهيم، ابتلي إبراهيم، ألقي في النار، تصوروا ألقي في النار وهو أبو الأنبياء، فصبر فأعطاه الله عز وجل القيادة والسيادة. كذلك يونس عليه الصلاة والسلام أيضا تعرض للبلاء، ألقي في الماء فالتقمه الحوت، وتصور يعني تصور أن نبي يلتقمه الحوت، فنجاه الله عز وجل لأنه كان من الذاكرين الله عز وجل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا يجب أن نتعلم من خلال سيرة النبي عليه السلام وسيرة الأنبياء الذين سبقوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولنعلم حكمة الله عز وجل بأن أفعاله سبحانه وتعالى كلها حكم، ونحن عبيد له سبحانه وتعالى. طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ونطلع فاصل ونعود إليكم بعد قليل. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم بعد الفاصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. معنا هذا السؤال. السلام عليكم، أنا طالبة سارة بدر، حابة أسألك سؤال يا شيخ، ما هي أداب النصيحة؟ جزاك الله خير يا بنتي سارة على هذا السؤال. ما هي أداب النصيحة؟ أولا نذكر هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، وذكر هذا 3 مرات، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا التكرار لبيان أهمية النصيحة والتأكيد عليها. والنصيحة معناتها إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير للمنصوح. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام لمن هذه النصيحة، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. كيف تكون النصيحة لله؟ المقصود بها الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، بوحدانيته سبحانه وتعالى، هذه نصيحة لله. والنصيحة لكتابه الإيمان بالكتاب وهو القرآن، والعمل به. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بنبوته والعمل بما أمر والانتهاء عما نهى. والنصيحة لأمة المسلمين هي طاعة ولاة الأمر بما هو فيه الحق. وكذلك النصيحة لعامة المسلمين هي إرشادهم في مصالحهم، في مصالحهم. النصيحة طبعا لها آداب وفيها أيضا شروط، لكن بشكل عام نقول آتي: أولا أن تكون نصيحة لله، أن ينصح الإنسان لله، مو يعني يقصد بالنصيحة أنه يفتخر على الآخرين أو يحرج الآخرين، انصح لله وفقط. ولهذا كما ذكرت في المقدمة، النصيحة إرادة الخير للمنصوح، أنت تريد له الخير ولا تريد أن يعني تتشمت به وتعيب عليه مثلا، وهذا ما ينبغي. الأمر الثاني أيضا، إذا نصحت أن تكون نصيحة بالسر، أما الجهر بالنصيحة هي فضيحة، الناس ما تحب هذا الشيء. إذا شفت من أخوك يعني خطأ وكذا، اجلس معه لوحدك ونصح بالشيء اللي أنت تريد أن تقول له في الشيء الذي أخطأ به. الناس تحب هذا الشيء، تحب النصيحة بالسر. وذاك الإنسان ربما تأخذ العزة بالإثم ويد عليك ويكلأ أنت الكذا وأنت تقصدني، وأنت فالنصيحة راح تروح تذهب. كذلك من آداب النصيحة أن الإنسان يقبل النصيحة. إذا أردت أن تستفيد من النصيحة أول شيء أقبلها. بعض الناس من أولها يقول لا أنا ما قلت، أصبر لا تكمل، لا من أولها غلط. أقبل النصيحة، إن كان كلامه صحيح قل جزاك الله خير، بس إذا كان غير صحيح قل والله أنت خاف يعني راح على بالك أن ترى أنا فعلت كذا أو قلت كذا، حتى الناس تعرف يعني
ما في بأس تفصل وتدافع عن نفسك، لكن أولا تقبل النصيحة. أيضا من الأشياء المهمة في النصيحة أن الإنسان أيضا يختار الوقت المناسب والمكان المناسب، لأن الناس بعض الأحيان يكون وقت غير مناسب، تنصح واحد هو الآن مثلا هو توه مثلا راجع من عمل، أو كان عنده يعني ارتباط، أو اليوم مثلا عنده امتحان، يمكن ما يسمع النصيحة. اختار وقت مناسب وأيضا حتى المكان المناسب. أيضا النصيحة يجب أن تكون بأسلوب فيه رفق وفيه لين، مو شدة. بعض الأحيان الإنسان عندما ينصح يريته ما ينصح، لأن بعض الأحيان الكلام لما يكون فيه غلظة ويعني ربما يكون أسلوب خشن الناس ما تتحمل. حتى عند العرب في السابق يقولون الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. خفة البيان شوي شوي أسلوبك يكون حسن وطيب. ولهذا يجب علينا يا بنائي وبناتي نتعلم الأساليب اللي فيها اللين والرفق، وهذا طبعا موجود في كتاب الله، وأيضا موجود في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا موجود في أساليب العرب. عليكم أن تقرؤون باللغة، تقرؤون الكتب التي تتكلم عن الأساليب العربية، هذا ينفعكم في حياتكم. لذلك هذه أيضا مسائل مهمة جدا. بعض الناس أيضا من الأشياء التي يعني أريد أن بس تسمعونها مني الآن، النصيحة على قدر الاستطاعة. يعني يقول العلماء الإنكار يكون على قدر القدرة. إنسان ما يقدر خلاص لا تنصح، خل واحد غيرك ينصح، لكن لا تترك الأمر هكذا، خل واحد غيرك ينصح أو مكان آخر لشخص آخر ينصح، لأن النصيحة لها شرط مهم وهو شرط القدرة. طيب هذه بعض الكلمات في هذا الأمر العظيم وهي النصيحة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.